ككل مرة أنصار نصر حسين دايلهم خرجتهم، وهذه المرة فضل محبي اللونين الأصفر والأحمر، وبعيدا عن كرة القدم من يتذكر إحدى الشخصيات الجزائرية الداي حسين، ليكون التكريم بعدها للاعب بن دبكة كأحسن لاعب لشهر نوفمبر من طرف جريدة ماراكانا. تكريم انطلق بعده الأهم في مباراة أسل فيها الضيف شباب قسنطينة العرق البارد لأشبال المدرب بوزيدي، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في ترويض خصمهم، وخاصة على مستوى الدفاع الذي غاب عنه الثنائي قبلي وصدام. الشباب ضيع عدة فرص لفتح باب التسجيل أمام حنكة الحارس بصوف. بالجهة المقابلة جاسمي وفي هذه اللقطة يفعل كل شيء إلا التسجيل بعد تلاعبه بالحارس ديريك. ثم كرة ثابتة من هريدة تصدى لها حارس السياسي ببراعة. وآخر فرصة تهديف في المرحلة الأولى جاءت من أحدى الذي يسدد بقوة، كرته تذهب فوق العارضة، لقطة انتهت عليها المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. الشوط الثاني رفقاء بن دبكة أعادوا فيه حساباتهم ليتحسن أداؤهم ويصنعوا الفارقة في الدقيقة 48. توزيع على الجهة اليسرى من النشيط بن علجية يقتنصها جاسمي برأسية مسكنا الكرة مرمى سيدريك. هدف حرر اللاعبين والأنصار معا ليسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء وتراجع أداء شباب قسنطينة الذي كادت شباكه أن تتلقى هدفا ثانيا من البديل بن عياد. بكرة تجاوزت الحارس ديريك والدفاع ينقذ الموقف في آخر لحظة، لتنتهي المباراة بالتكريم أيضا، وهذه المرة للمدرب بوزيدي الذي تلقى تحية الأبطال من أنصار الفريق. والله رانا ما كاش مقابلة كنت خايف منها كيما هذه. لماذا؟ راح نديرو البيلون تاع لالي، مازال الماتش تاع الموب، ولكن اليوم ما كانش عندنا حل واحد اخر الا الفوز. لماذا؟ اليوم رانا برهنا درنا خير من العام اللي فات، كل شيء يزيد يجي فايده على كل حال، ولكن والله ما نخبي عليك المقابله هذه كنت خايف وكنت عايش على الاعصاب